باشا باشا ثانية واحدة بعد إذنك. أيوة ثانية واحدة يا باشا. أيوة مستر عساف خير. دلوقتي الحرس الهندي جه. الحرس الهندي؟ الحرس الهندي بتاع المهراجة. جم؟ اه جم. فين هم؟ بره. موجودين فين؟ اه الحرس الهندي بره. موجودين جوه؟ اه جوه بره. جوه؟ جوه موجودين. هنا بره؟ على الباب بره. مين دول؟ الحرس الهندي. بتوع مين؟ بتوع المهراجة. فين هم؟ في الباب. فين المهراجة؟ بره. والحرس؟ في الهند. قصدي الحرس الهندي. الحرس الهندي موجود مع المهراجة. فين المهراجة؟ على الفيل. والفيل فين؟ في الهند. الفيل في الهند. والحرس جم. نادي الحرس بسرعة. على الباب بره. هاتهم بسرعة. نادي الحرس. يلا يا جماعة جهزوا. الحرس الهندي كيرامولا ياك تفضل. أنا هندي وأبويا هندي بسماري ولوني هندي وكل هند الله علي وكل هند الله علي. شربت من جوزها جوز هند وقلت اجوزها الهند. شربت من جوزها جوز هند وقلت اجوزها الهند وكل هند الله علي وكل هند الله علي. سينا سمر سرومن سينغالا سينمال برون سينغالبا سينمال سرومن تيروبلا سيرو سينما سيمون ترابريكاما سومارتي رمان نبرا سينما نبترا من كلون سينما ترون ترون سينما نبرا سينما نبرا بو بو بو. للغة العربية اضغط واحد. للغة الهندية اضغط رقم اثنين. سينما نبرا سينما نبرا. بقول لك ايه انا ضغط واحد وانا في ايه. سينما بلا سينما بلا ايه ما انا اتنيلت دوست واحد. بولا سينما بلا هنقعد ساعة بقى تغني بالسيني. بولا بنكر ما انا داي الزف سينما غلب بقول السينما. لك ايه هتعملوا فيها عساكر صلاح الدين؟ لا سينما كوتوس فين؟ سينما فين بلا ولا بولا سينما بلا واحد. بولا سينما ايه يا عم في ايه؟ ما انا دايس من الاول. بص هنا واحد هنا اتنين هنا بغير ما تدوسش. سيدو بابا سيدو بابا خلي الملاك يركن يمين. سيدو ماما خلي الملاك يركن شمال. سيدو جدو خليه في مكانه عشان تعبان. ما تحركوش من مكانه. شوف انت مين سيد؟ انت فين سيد؟ انا ما اعرفش غير انتو سيد. هو ده الحاجه الوحيده اللي بتراقب. اي كلام تاني ده رغي على الفاضي. انا شاروخان. زكي شان. اما تبت شان معاك. شكرا. في ايه؟ هو بيعمل ايه؟ ده بيصلي. هو بيضة بيضة أمهات. هو بيعبد فراخ. بيدن ده بيدعي. شينما في بيضة وقعت من الصلاة. تفتيش. طيب تفتيش كل الناس. تفتيش تفتيش. يلا يا جماعة مش مشكلة كله يتفتش ما يجراش حاجة. الناس عايزين يطمنوا عشان مهرجة. يلا كله في الدور. كله يقف. ماشي فتش يا عم. اسمك ايه؟ اسمي عساف. عساف وانا ماشي ليالي عساف الفرة يا... تمام. ايه هو ايه اللي تمام؟ تمام ازاي يعني؟ هو عندي التفتيش كده اسلوبي كده بعمل ايه؟ اه مادام اسمك جه معايا في اغنية يبقى انت ما فيكش متفجرات خلاص. ده اسلوبك؟ اه ده اسلوبي. طب خلي بالك عشان انا اسلوب القرد بقى. عزل امشي. اسمك ايه؟ اسمي زعتر. زعتر وتعملها وتنسى هواك. لا تمام مفيش اي حاجه. اتفضل اسمك ايه؟ ليلى. يا مجنون مش انا ليلى ولا ابن اسمتها وكيله. يا مجنون مش انا ليلى ولا ابن اسمتها وكيله. عايزني اقول بحبك ليه بحبك. مركبة قوية باظت حرام عليك يا عم. مش مهم المهم ان احنا مبسوطين. يلا يا عم نكمل لعب. يا عم لا هيضربني. ودلوقتي معانا مباراة في برنامج المصارع في الـ WWE في الـ WWE بين هاي بقول لك انت في ايه؟ ايه ده؟ مباراة حلوة بين ميتشيماس وجون سينا. هاي بقول لك انت ركز معاه وسيب الموبايل بدل ما انزل اولع في الممر. ايه
ايه بقول لك في ايه؟ مباراة جميلة جدا بين ميتشيماس وجون سينا في دبليو دبليو اي. داخل علينا جون سينا دلوقتي، داخلة جميلة. خش يا جون. بطل كبير واخد 3 شامبيون ليج. ايه في، انت مجنون ولا ايه؟ مباراة حلوة. جون سينا بطل بتاعنا، ودلوقتي نشوف ميتشيماس بطلنا التاني، لعيب كبير. دخلة جميلة ميتشيماس عاملها لنا. خش يا ميتشيماس حبيبي. ميتشيماس بطل كبير، عائد على بكالوريوس تجارة جامعة حلوان، لكن مفتاري مش أي حاجة. هنبدأ المباراة الجميلة. أهو بيسلم، أوبا، وخد واحدة باور إسلام محمد. إنما يعني حكاية حكاية حكاية، والله حكاية. يلا نبدأ المباراة. أهو أوبا، وادي حركة دريم بارك كده. أهو رازعوا على الأرض ونازل يعد 3 1 2. فعلا جون سينا لعيب كبير برضو مش أي حاجة. داخل عليه تاني. أهو هنشوف، هوبا، واداله مانشيت صفحة أولى في الأهرام المسائي. تحفة تحفة. داخل عليه اهو، اداله مانشيت تاني، هيهبده سوبليكس خلفي، سوبليكس خلفي جبار. اهو الشعبط فيه، رماها على الأرض. داخل عليه اهو، هيديله حقنة. قال واحدة كده في العضل الجميلة. هيعد عليه، هيعد 1 2. وفلت جون سينا لعيب بيفلت كويس، برافو. ولسه المباراة مكملة معانا. وهوبا عدى من، لا جميلة، واداله عنده في ايديه. وربنا ما لعب. ايه يا عم في، ما احنا بنلعب مع بعض. لا يا عم انت عدلت، بص ايدي. اي بص، معلش انا. هوبا غدر بيه جون سينا. 1 2 3، ومبروك لجون سينا. اجيب لك الجنيه الذهب ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. انت بقى فلاتين، تعالى بقى انت فلاتين في الجيزه، وربنا لا اوريك. الجرعه حلوه، الجرعه حلوه، مفيش كلام هيمه، مفيش كلام. ايه يا عم انتوا مش عاملين اي اعتبار خالص؟ انتوا خمتوني في الماتش، ها؟ انت مستغربني ليه؟ انا عمال اكسب جولتين قدامك. يا عم احنا سايبينك يعني واحنا بنحكم صح؟ يا جدعان، ما ابويا يا جدعان مركبته اتخبطت، ولو عرف ممكن يتبخر يموت من الزعل. يا دي يا عم ابوك اللي انت عرفنا بيه، هو فين اصلا ابوك ده اصلا؟ قاعد في البيت بيتفرج على الايباد على الافلام الابيض واسود. ايه ده؟ والله يا ركوبان، انت يا ركوبان. انت اسمك ايه؟ اسمي عنبة. عنبة؟ امال لو بطيخة كان يبقى شكلك ايه يعني؟ عنبة ازاي؟ طب بس ايه الحلاوة اللي انت فيها؟ الله يخليك. ايه الرشاقة اللي انت فيها؟ الله يكرمك. ايه القمر اللي انا شايفه ده؟ يلا يا مزيد سال، الحق يا وزير الكهرباء، الحق. حاضر، تعالي تعالي. خليكي ماسكة الخشب.
تعالي بقى يا جماعة يا جماعة نقولوها بسرعة المستشفى الخاص بتاعتي يلا بسرعة يا مصر مدهوش يا وزراء يا وزراء سيادة المقدم عبده ايوه غميله هنا بسرعة لا انا ماليش ده ولا ده يبص لي انا عبده العبيط يا بيه ده يبص ايه ده وكمان بتعرف تعمل عبيط يا عم يلا يا دين ايه ده قاتل بجلبية خد وكمان بتعرف تسحف معلش يا باشا بعد اذنك ثانيه واحده ايوه عشان اسف بس المهرج الهندي وصل فين على الباب بره مين المهرج الهندي جاي من الهند اه ده يا راجل اول مسلسل هياكل النهارده اه المهرج الهندي فين هو واقف بره طب ما تخليه يجي في الهند هو المهرج المهرج على الباب الهندي الباب في الهند خليه يجي خليه يجي بسرعه خليه يجي بسرعه بس هو جاي ليه جاي على الهند جاي في ال في جاي عندنا في المطبخ المفروض يجي المفروض يقعد في المطعم صح امال هو جاي ليه عشان الهند جاي جاي يشرف علينا جاي يشرف اه لا انا ما حدش يجي يشرف عليا انا اقدم له الاكل وياكل زي ما هو ماشي مش ماشي لا غلط قول لي لازم يجي اقول لازم يجي ماشي المهرج لازم يجي دلوقتي خليه يجي دلوقتي على ايوه ماشي عادي جاي منين جاي من الهند جاي. خليه يجي ماشي ثانيه واحده المهرج الهندي شامبورا يتفضل خليل علي دا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كلامه واضح عليكم السلام ساريجاري ماري هاري مصرياتا حلوياتا أهراماتا برجاتا نهر نيلاتا اشربوا مني ورقاتا ناتا الله الله سمعين الكلام راجل بيقول اللي يشرب من النيل لازم يرجع تاني وهيلاقي دواء بالهارسيا فين غير عندنا أهلا وسهلا تشرفات 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 أول فين حبيباتا وي حبيباتها دي جمارة دي حبيبته كانت معاه الراجل بيقول حبيبته كانت معاه فين حبيبته حبيبته فين حبيبته موجودة بره على الباب فين في الباب بره حبيبة مين حبيبة الهند المهرجة اه حبيبة الهند اه موجودة بره على الباب دي ايه جوز هند اه مرات هند مرات الحباب ناديلها بسرعة دخل الباب لا أمال دخل مين دخل مرات ولا مرات حبيبته ماشي ثانية واحدة ثانية واحدة حبيبات المهرجة هشهقوا يتفضل يا استغفر الله العظيم مش كده حبيباتها إنا هاجيني هم كبي كوشي كبي قم إنا هاجيني هم كوبي كوشي كوبي قام إنا هاجيني عم كوبي كوشي كوبي قام يا حبيبي حبيباتا حبيباتا وكرمليايا إنا هاجيني عم كوبي كوشي كوبي قام إنا هاجيني الأكل يتاكل هم والواجب يتحيف السم يتاكل هم والواجب يتحيف السم انت شريرة انت شريرة كرموسك عشان جاي بقى عشان ده عادي عادي كمل الفيلم للآخر ولا ايه؟ مستر عساف الناس هيجوا يشرفوا علينا في الأكل ايوه ان شاء الله اهو مجوء طب حضرتك بقى اتأكد من المطعم وكله تمام اتأكد حاضر الترابيزات نظيفة الكراسي سليمة ايوه ثانية واحدة ماشي اشوف ال اتفضل انا داخل اوضه العمليات مش عايز حد وصل 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 احنا الفرح اصحي يا مجره كوكبنا 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 كوكب الفاصوليا الخضراء احنا اللي اشترينا المشترى واحنا اللي جوزنا كوكب
وسمعني سلام، اصحي يا منطقة وولع الندى، احنا نبطشية بس صنايعية، احنا نبطشية بس صنايعية. ازيك يا معلم؟ تمام. بقول لك يا بت، ايه؟ انا عايز عينك ما تنزلش من عليا، ازازتي لخلص الاقي التانية بتنزل على طول. يا جدع انت بت مين؟ ده واد بت يا جدع، واد اسمه مفك من المشترى، واد بت يا جدع واد بت بت بقى، قلت لكم بت في ايه؟ الله مجانين على الطلاق واد. طب تدفع كام ان هي تيجي دلوقتي وحتى رش في بقها؟ تدفع كام؟ ادفع اللي انت عايزه يا معلم. ماشي فرجني بس. بيت واد بيت واد هتشوف. مساء الخير. بتاكل الروج مش حطاه بس. عليا الطلاق واد، واتاكدت دلوقتي. ايه يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ مالكوا؟ في ايه؟ اقعد ساكت. تعالى يا بت. في ايه يا اسطى؟ تعالى. ايه يا اسطى مالك؟ يلا يا بت. في ايه؟ في ايه يا اسطى مالك؟ في ايه كده غلط؟ انت قرعه ولا ايه؟ ورينا دماغك. على فكره شعري كان اطول من كده وكل البنات بيغيروا مني. طب يلا بقى يا بت. يلا ايه؟ خلصي. عيب يا اسطى. هديكي 50 جنيه. 50 ايه يا اسطى؟ هديكي 100 جنيه. غلط يا اسطى. في ايه يا بت؟ ده انت بتسوق النسوان ما تسوقش ده تعريفه. في ايه يا اسطى مالك؟ انت عبيط ولا ايه مالك؟ خلصي يا بت. خلصي خلصي. طلعت الأنثى اللي جوايا ليه كده يا اسطى؟ اعمل ايه في امي يا اسطى؟ يا ما يا ما يا ما يا اسطى. رد عليا يا اسطى، رد عليا يا اسطى. الجرعة حلوة، جرعة حلوة. مفيش كلام، مفيش كلام يا هيما، مفيش كلام. يلا نهرب يا اسطى، يلا يا اسطى. عملنا اللي في حاجة. مين اللي دخل الحمام ده وما شدش السيفون وهو خارج؟ مين؟ تلاقيها وزيرة البيئة. انتي احترم نفسك، ده انا واقفة جنبك حتى. انا بيئة بس نظيفة قوي، ده انا حاطة في الحمام بتاعي بدل السيفون ثلاثة. بدل السيفون ثلاثة ليه؟ نافورة. وايه الحق يا ولية؟ هو اللي ما شدش السيفون عشان تبقى فاهم. ربنا العالم. ثانية واحدة يا جماعة، معالي وزير الصحة عايز يقول لكم حاجة مهمة جدا. يا جماعة أهم حاجة النظافة، ها؟ تغسلوا إيديكوا قبل الأكل وبعد الأكل وأثناء الأكل 5 مرات في اليوم. ما نقطعها أحسن يابا. إيه دي؟ نقطع لك إيدينا أحسن يابا. ما تنهدش معايا عبده تعبان. مش قادر ليه بيقول لك 5 مرات الصبح و10 مرات دي تبوش. معلش يا عبدو معلش. طب قول انت يا اخوانا. عيب عيب ايه اللي نظافه ونغسل ايدينا؟ عدة احنا وزراء. ايوه. قال لي ايه السيفون دي؟ أوه. انت عارف الدش؟ اللي من فوق دي اقلبه الناحيه الثانيه يبقى سيفون. وزيرة البيئة هي اللي ما شدتش السيفون. احترم نفسك، انا مش عايز ارد عليك. مش احترم نفسي، اللي انت بتعمليه ده اصلا غلط. غلط على الزلط. ايه ده ماله ده؟ ما يصحش كده، ما يصحش كده. معالي الوزير، رئيس الوزراء داخل. معالي الوزير بجد يا حضرة البكباشي، يعني انت مش عامل لي مفاجأة؟ ممكن تبعد عني عشان ريحتك جاز. جاز ولا لسه ما جاز؟ اتفضل اقعد. والله العظيم ثلاثة أكبر عيب اللي بيحصل ده. لما أنا أبقى قاعد مفيش احترام ليا يبقى عيب، وأقوم دلوقتي أدور الضرب في الناس. عبدو إيه ده يا حبيبي؟ عبدو إيه يا ابني؟ أنت ليه معادك هنا؟ ما أنا بمدلكوا على بتمد عليا. أنت عايز ترفدني يا عبدو؟ عشان نخلص يا ابني. رئيس الوزراء جاي، اتفضل امشي يا عبدو. بنفسه بنفسه يا عبدو امشي. خش يابا والنبي جنبك يابا. يلا أربعة ورا يا اسطى، اطلع أنت. يلا خلاص اتفضل يا معالي رئيس الوزراء. اهلا 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 اهلا. صباح الخير. صباح النور عالبا النور، يسعد صباحك هنا وسرور. لما يزقزق العصفور سيو 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 سي
سو 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 فينك يا عصفورة وين ما نشوفك غير بتطيري ما عندك غير جناحين شمري غير انت يا زفت استنى يابا بولا 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 انت يا نيلة في ايه يا هم بولا بولا عبدو حصل ايه يا عبدو جرى ايه يا عبدو حصل ايه يا عبدو جرى ايه يا هم خلاص يا عبد اطلع بره واعمل لي قهوة بقول لك ايه ما بلاش القهوة ليه لحسن مدرة للبول والله. اطلع بره يا عبد واسمع الكلام بعد اذن حضرتك طب ما تجيب بوسه مشبك اطلع بره يا عبد اطلع ده انا بحبك بره. والله يا عم والمصحف بحبك طب اطلع بقول لك لما تجيب الكلوكوز ده لفه اطلع بره بره خدت كل الادويه انا جميعكم من واد الزيت اهو عشان ما حدش يعرف يمسكني ايه يا عم في ايه يا عم تضرب بجد والله ما قصدي اضرب بالراحة ايه يا عم اي ايه يا معلم زرزور يا معلم زرزور ايه عدي لي شغل حاجة ايه عدي لي شغل حاجة يابا ده ضربنا في بيتنا يابا تعال 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 ضربت يا معلم زرزور في دماغي اكبسها بن اكبسها بن تعال وبعد كده تبقى تحط عليها زبل حمام وتدعكها كويس وتشيلها على المغربيه تشيلها على ايه مغربيه مغربيه جدع هيما انت يا واد قلبك ميت صحيح دخلت علينا دخلت انك لميت وانهم لميتون الجرعة حلوة الجرعة حلوة مفيش كلام هيما مفيش كلام يابا يابا انت بتقول كده عشان خايف منه يابا تعال تعال لما يبقى عندك نخلة والنخلة كبرت وبلحها بيقع على الأرض تاكله على طول ولا تغسله الأول لا أعمل بلح باللبن وأشربه يا جدع طب مجانين يا جدعان التقال ليه أنا عايز حرية عايز ايه؟ عايز حرية ده في الجنة بقى إن شاء الله يعني ايه في الجنة؟ لا ده أنا ممكن أعورك الجرعة حلوة الجرعة حلوة مفيش كلام قيمة مفيش كلام ايه يا عم بتبص على ايه اللي غيران مننا يعمل زيادة؟ اوعى يا عم ايه قلع؟ ايه بقول لكم ايه يا جدعان فككوا بقى من الفيلم ده بقول لك ايه تعال ناخد المركوبه بتاعت ابو الواد ابو الكوبال دوت ونشد على المشترى ونعمل دماغ زوحل لا يا عم سعيد قال اللي بيروح هناك ويشم غازات بيعمل هوب هاي هيد عالي جدا يا عم سعيد يقول اللي هو عايزه دي دماغنا واحنا حرين جاي ولا ايه جرعه حلوه جرعه حلوه مفيش كلام قيمه مفيش كلام طب يلا بينا يلا بص, بص شوف مين يا كوكب بص ايه تعالى تعالى يا ابني يا جماعه الحمد لله الحمد لله يا رب يا عمرك جه كله الحمد لله يا عمري زي ما هو كنت واخد ازازه الخليل ايه يعني الحمد لله خد يا شاطر تعال نعم عارف في بوكس بره هتلاقي فيه اتنين مجرمين هاتهم وتعال حاضر انت جاري ماري دلوقتي احنا لقينا المجرمين اللي كانوا عايزين يقتلوك وهجيبهم لك تشوفهم عشان نتمم المحضر اوكي كل الكلام اللي انا قلته لك ده بالهندي قشطه فهمت كله تمام بس فين الناس المجرمين ايه ده ايه ده ايه ده تعال انت هنا انت مين طلعك من الفرن هاي انت بتحكي؟ مش حاطك جوه؟ حول الله
دي اولها عشان ما تبرديش. لفي لفي هات عايزين شاورما لحمه ولا فراخ؟ شوفوا اكله حلوه. دي مرات المهرجة يا عم. مرات المهرجة يا عم امشي بقى. احنا ما تصدقش كل التقارير. لا ده تقرير سري جاي لي من شخص سري محدش يقدر يشوفه ولا يسمعه غيري انا. اتفضل يا سيادة المقدم. تمام يا فندم. عبدو معاكم المقدم عبدو ربيع، اسم حركي، الاسم الحقيقي المقدم عبدو ربيع. عبدو مقدم يا صلاة على النبي، ده انا كنت بعطف عليه. انت يا عبدو وانا اللي كنت بحرم نفسي من كل حاجه عشانك، ده انا كنت بشيل البرسيم من بوقي وادهولك. ياه وانا اللي كنت فاكرك طلعت اتاريك. وانا اللي كنت بديك بنزين عشان تعمل بيه مولوتوف. وانا يا مدتك كل كوم. عبدو انا عايز البلاي ستيشن بتاعي. انا مش عايز اسمع نفس حد فيكم. اي حد فيكم اداني حاجه هرجعها له. احنا شغالين في المخابرات، لو هنسيح لبعض انا ماسك صور عليكم كلكم. لا 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 شفتني وانا بقول لا كل الأدوية ما لا لا خلاص في ناس موجودة خلاص بقول لك ايه؟ امثل في الظابط ولا خليه طبيعي؟ لا خليك طبيعي احسن. انا عايز بقى الناس كلها تركز معايا في اللي هقوله ده. البلد دي فيها مشكله واحده. ايه هي؟ ان البلد دي محسوده. البلد دي ايه؟ محسوده. من ساعه ما هاني رمزي قال في فيلم وعايز حق هو وعصام كاريكا وعبد الله مشرف. انت هتقول كل المشاركين في العمل ما تخلص يا عبد. لما قال من هنا بحر احمر ومن هنا بحر ابيض وكده متلول وكده متلول والكل سهر بحين مليون. بالظبط كده. والناس عرفت قيمه البلد دي وحسدتها. ايوه ايه الحل بقى؟ مفيش غير حل واحد، احنا نشوف مين البلاد اللي بتحسدنا ونجيب واحد عينيه ما حصلتش نوجهه على البلد دي ينق عليهم يفشلوا هم نكسب احنا. بس يا عبد عبد يا نكس. بس هنجيب الشخص ده منين؟ انا البت بنت اختي عينيها حسوده ومقوره الله يحرقها. انت عارف مره بصيت لي قبل كده قلت لي ايه يا خالتي الجمال ده كله. من ساعتها اجي ابص لنفسي في المرايه اشوف نفسي دب. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. طب وانت ايه اللي مضايق؟ المفروض اشوف نفسي دبه. دبه؟ اه انا مش هرد عليكي مبدئيا. انا عندي دلوقتي اخليه يدخل ولا يتغدى ولا يمشي ولا اعمل ايه؟ خليه يتفضل. حاضر. طب استاذن انا بقى يا مولاتي، انت عارفاني خدمتك لماحه، يلا نهارك ابيض. حسابنا بعدين. مولاي اكتر. اقطاي. افندم انا موجود. اتفضل. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة والأخوات، إن أقطاي الذي يتحدث أمامكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الشعب العزيز هو شعبي، يحتاج الآن إلى حاكم قوي. أنت اللي بتتكلم عن شعب مصر؟ أمال أمي؟ بعد ما فرضت عليهم الضرايب. يا سلام. الشعب مش لاقي علاج. شعب وعايش في بطاله وفقر ومرض. شعب موجود. ومفيش مستشفيات الناس تتعالج فيها. المستشفيات في كل حته. ازاي؟ انت عندك الرمض في الجيزه؟ عندك السلام في المعادي؟ في كل حته في اما كنت تتكلمي الكلام مظبوط ما تتكلميش. يعني ايه؟ تتكلم ازاي؟ مستشفيات في كل حته. ما عندكش اختيار دلوقتي ما بيني وما بين قايبك، يا انا يا الفوضى.
انت بتهددني انا بالفوضى؟ انا هددك باي حاجة؟ انا اطلع طلعة جوية فجر القصر ده كله عشان تبقى فاهم. انا راجل مش سهل، الموضوع دلوقتي ما بقاش سهل، الموضوع دلوقتي في منتهى الخطورة عشان تبقى فاهمة. هيبقى ده لو جه هيجيب جماعته، جماعته لو جم هيجيبوا مجموعة، عشان الموضوع مش هيبقى سهل يعني. الموضوع ساعتها هيبقى في منتهى الخطورة، البلد دي هتتفتت. عشان تفتت؟ عشان ايه؟ دي الفزاعة اللي تضحكوا بيها على الناس في الإعلام. وأنا عايزة أحافظ على نفسي كملكة للبلاد. عايزة إيه؟ عايزة أحافظ على نفسي كملكة للبلاد. طب ما أنت ملكة البلد أصلاً، تشتغل نفسك ولا إيه؟ أنت شوف أنت عايزة إيه، ما كنا ننفذ اللي أنت عايزاه ما ننفذوش. اتفضل. اركع. إيه؟ اركع. أفندم أنا موجود. بقول لك اركع. اتجننت ولا إيه؟ أنا ما اركعش أبداً. أنا راجل صاحب بطولات. أنا راجل عامل حاجات كتير. أنا راجل عامل مترو الأنفاق. أنا راجل في كوبري فيصل فيه نازلة ناحية الشمال بتودي على جامعة القاهرة هايلة. أنا اللي عاملها؟ أنا في الكوبري الدائري عامل وصلة جديدة بتطلع على الدائري ما حصلتش. هايلة جداً. فاهم إيه؟ في كباري كتير فوق. أنا في الكباري ما حصلتش. أنا إما كنت أطلع بالكوبري مظبوط ما أطلعش بيه يعني. الموضوع مش الموضوع مش كده، الموضوع دلوقتي مش سهل، الموضوع في منتهى الخطورة. أنا بقول لك اتفضل. لو كنت اتحنيت كنت أصبحت السلطان، ولكن دلوقتي إيه؟ إما كنت تكملي الجملة للآخر ما تقوليهاش. أنا فاضي. إيه؟ وانا اخمن، انا اخمن. انت عايز ايه؟ انت حاجه صعبه. سيب لي فرصه افكر. اما كنت تفكري في كام فنان. ما عندناش وقت دلوقتي، الوقت دلوقتي بقى ضيق، بقى في منتهى الخطوره. وانا عايز اقول ان سوف يحكم التاريخ بما لنا او علينا جيلا بعد جيل ان شجره الرز باقيه والأشخاص زائرون. حفظ الله مصر والوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور بنهاوي عشان هو من بنها فبقى جاب لي 4 مدرسين بتوع انجليزي. يا الله يرحمهم الأربعة. يا الو الو يا ابو العيون. ايوه والنبي يابا ركز معانا شويه في اللي انت رايح تعمله. مركز اهو. مين؟ انا المقدم عبدو ربيع. مركز معايا؟ عبدو ربيع. ايوه. الاسم الحركي ايه؟ هو هو انا هو هو عبدو ربيع برضو. ايوه ايوه. عايز نعمل ايه؟ اسمعني بقى كويس، انت دلوقتي قدام البيت الابيض صح؟ ابيض يعني ريد. ابيض يعني ايه يا عم؟ انا ماليش دعوه، انا ابيض ولا احمر. مش أيوة. هو انت مش قدام البيت الابيض دلوقتي؟ ايوه اهو. طيب البيت الابيض ده يا ابو العيون حلو صح؟ مش قوي يعني. يعني عندنا ابراج العبور برقبته يا عم. حريق هائل في أبراج العبور ومحاولات للسيطرة على الحريق. أهو تفضل يا عم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هم الناس الأغنياء كده يسيبوا باب الفيلا مفتوح، تيجي تخش تتكهرب بقى. يا ويقولوا سرقنا ليه؟ الو. ايوه يا جراده، بكره التسليم الساعه 5، تسليم البضاعه عند كازينو عش البلبل. سلام. الو. ايوه يا دوما، بكره تسليم البضاعه الساعه 5 عند كازينو عش البلبل. سلام. الو. ايوه يا بوليس،
بكرة جرادة أبو دومة يتقابلوا يسلموا البضاعة الساعة 5. عندي كازينو عيش البلبل. سلام. أيوة يا جرادة. قول لأبو دومة إن البوليس جاي لكم بكرة الساعة 5. اهربوا أنتوا الساعة 4 بقى. يلا سلام. ايوه يا بوليس جراده ابو دوما يهربوا الساعه 4 بكره من عند الكازي. روحوا لهم انتوا الساعه 3 استنوهم قبل ما يمشي. يلا سلام. يا اخي الواحد معاه رصيد مش عارف يعمل بيه ايه. والله افترى. الزعبلاوي فين؟ ده انا نفسي اشوفه. يا سمعت عنه قصص وحواديت يا زعبلاوي. يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي. يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي. يا ايه الراجل صاحب الفيلا دي عنده شويه هدوم. هو ده بقى المنجهة. هي دي بقى القيافة. ايه اخيرا ايه اخيرا شفتك يا زعبلاوي. ايه انت الزعبلاوي؟ لا لا متهيألك انا مش الزعبلاوي ولا حاجه. لا لا انا عارف ان انت هتركر نفسك. هركر نفسي؟ اه يعني انا اركرت نفسي. اه انا اركرت نفسي. الناس كلها بتقول عليك ان انت تعلب مركار. ما لازم ابقى مركار ما دام اركرت نفسي طبعا. مين حضرتك انت؟ لازم تسامحني. ليه حضرتك انا عملت ايه؟ انا عارف ان انت واخد على خاطرك مني. واخد على خاطري؟ ده انا بحبك والله بحبك. ايوه حضرتك انا يعني انت عايز مني حاجه يعني؟ لا. ايه ايه هتقتلني ولا ايه؟ والله ما عملت حاجه. انا مش الزعبلاوي. لا انا مش الزعبلاوي. انت الزعبلاوي. ايه دي؟ دول 150,000 جنيه عشان صبياني غلطوا فيك. هدية مني ليك. انا كزعبلاوي يعني؟ ايوه. خلاص هما 150,000 بس ولا ايه؟ هو كان في 50,000 زيادة وانا لميتهم في الشارع وانا جاي. يعني ايه مفيش 50,000 كمان ولا ايه؟ مش هم 200 ولا 250؟ هم 250,000 وانا هديهم لك ومفيش حاجه تغلى عليك يا زعبلاوي. اه كده اه تتعدل يا ده انا بحبك والله. يا سلام. اه يا بالسهوله دي؟ يا هو ايه هو كان ايه العمليه اللي بيني وبينك يا؟ العمليه اللي كانت بيني وبينك بضاعه. اه وفين الخاتم ده؟ ذهب؟ الخاتم ده دهب عيار 84. طب يلزمني الخاتم ده؟ ما يغلاش عليك يا زعبولة. والساعة اللي في ايدك دي ايه؟ معدن؟ الساعة 8 ايه بالظبط؟ هاتها بقى. ما تغلاش عليك يا زعبولة. ده انت حبيبي والله حبيبي. يا سلام ده الزعبلاوي ده يعني بيلم فلوس من غير ما يا س... ايوه هو ده. وفين البضاعه؟ ايه ايه بضاعه ايه؟ البنطلون اللي انت لابسه ده شمس؟ البنطلون ما يغلاش عليك يا زعبلاوي. لا 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 خلاص خلاص والله انا قلعه يا عم. خلاص لا لا خلاص يا الصيف جه وهموت يا عم. خلاص مش قدام الناس خلاص. لا هو قدام الناس والله مجنون ويعملها. خلاص خلاص هلاقوا. طيب ماشي يا زعبلاوي حبيبي. ها فين بقيه البضاعه؟ ولا كانت بضاعتين اللي كانت بيني وبينك؟ انا كزعبلاوي مش فاكر يا. كانوا حشيش. ايه ده زعبلاوي تاجر حشيش والبضاعه في الشنطه؟ تكلم جد؟ بهزر. تربتين حشيش من اصل 8 ترب. والتمانية فين الباقيين؟ شربناهم انا والرجاله واحنا جايين.
ايه الشغل ده؟ يعني انت شربت البضاعه؟ انت شربت الشغل يا دواء السم بيدوق لازم نشمها الاول قبل ما نشربها للناس. دي ما بتتشمش يا هبل. امال دي ايه دي؟ السنه بتاع شامبو ما اعرفش في الحاجات دي. طب انت كده ايه ده؟ مين؟ تليفون. الو. ايوه يا جراده، البوليس جالكوا عند عش البلبل؟ ورحت ليه؟ انت رحت ليه؟ انت فين دلوقتي؟ هربت على المعادي؟ طب استخبى. ايوه يا بوليس، جراده في المعادي. يلا سلام. انت بتسلم اصحابك كلهم ولا ايه؟ يلا منهم لله. عايز مني حاجه تاني؟ انا عايزك تسامحني. انا مسامحك خلاص، انا مسامحك. مسامحني؟ طب انا عايز اقعد عندك في الفيلا بقى اسبوع اسبوعين سنه. عشان البوليس بره؟ البوليس مغرق الشوارع. طب اطلع التاوى فوق في اي حته، شوف اي اوضه من اللي فوق التاوى فيها. ماشي. خد شنطتك معاك يلا. بس انا مسامحك يعني. انت مسامحني بجد يا زعبلاوي؟ خلاص سامحتك. لا انا حاسس ان انت مش مسامحني. يا جدع سامحتك خلاص. لا يا جدع سامحتك، قلت لك. قول لي سامحتك. سامحتك 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 كتير. سامحتك كتير. سامحتك لاني. سامحتك لاني بحب بضمير. بحب بضمير. بحبك بحبك. ايه ايه ومخدرات ورجاله وايه؟ سامحتك سامحتك. قولها انت. سامحتك 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 كتير. سامحتك سامحتك بقلبي الكبير، ومش ضعفي مني ولا غصب عني. سامحتك لاني بحبك بحبك بحب بضمير، وانا لسه يا كنت بحلم واحب النجوم. وكلكم وزعلك انتكم، انا عندي الدنيا تزعل ولا تزعل مني يوم. يلا لا 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 لا. والله بحبك. والله مجنون. يعني انا سامحت. سامحتك سامحتك. ما سامحتك دي اللي كان هنا. دلوقتي هنا بقى. انا اروح اقعد عندك في الفيلا. اقعد وما تخرجش لما ناديلك. انت اسمك ايه؟ انا مش مهم بقى اسمي. لا ده مهم. اسمك ايه؟ خفاش. خلاص اطلع الشعلة في سقف الاوضه يلا على مناديل. بحبك 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 كتير، ومش ضعفي مني. بحبك. مين الحيوان اللي بيشتمني؟ مين الحيوان اللي بيشتمك؟ خالي زعتر كان عمال يشتم فيك دلوقتي. تعال لي يا زعتر. تعال. هفهمك. بتشتم بتقول ايه يا ولد؟ انا هقول لحضرتك، احنا في بلدنا لما بنشتم حد بنبقى بنقول عليه انه جامد يعني. يعني مثلا ايه؟ نقول ايه ده؟ ده جامد ابن كلب. مش قصدنا يعني ان هو والدته كلبه يعني لا مؤاخذه، لا، قصدنا ان هو عظيم جدا يعني. يعني مثلا لما نمدح حد نقول يا لهوي ده فاجر. مش قصدنا يعني انه بيعمل حاجات قله ادب، لا، قصدنا انه عظيم جدا. طب ما هو كلامه صح هو يا اخوانا، امال بتفتنوا عليه ليه؟ ما هو الراجل عنده حق، ما بيغلطش في حاجه يعني. كلامه صح ايه يا مستر عساف؟ ده كان بيقول على حضرتك ان انت ما بتفهمش اي حاجه. انا ما بفهمش في حاجه يا زعتر. انا قصدي حضرتك ان انت ما بتفهمش في اللي انت ما بتفهمش فيه، لكن في اللي بتفهم فيه فانت ابو المفهوميه فهيم. طب ما هو كلامه صح يا بنتي، يا امال في ايه؟ الراجل ما قالش حاجه غلط يا عم. ده قال عليك راجل قفا.
أنا أفا زعتر؟ أنا قصدي إن أفا حضرتك طويل، وده يدل على تحمل المصاعب. طب ما أنا فعلاً بتحمل المصاعب يا ابني، أمال فيه إيه؟ يا مستر ده أنا عليك إن أنت راجل معطف. أنا معطف يا زعتر؟ يا فندم افهم بس حضرتك، أنا قصدي إن دليل على المقطف ده إن حضرتك أصولك من الفلاحين، والمقطف له ودنين، يعني حضرتك ليك ودنين زي المقطف بالظبط. أما أنا ليا ودنين فعلاً يا إخوانا، أمال في إيه؟ أنا مش فاهم إيه المشكلة، الراجل ما قالش حاجة غلط خالص. أقول لك على حاجة؟ إيه؟ قال عليك راجل حمار. بس قال راجل. بس قال راجل. انما حمار دي يعني ايه حمار يا ابني؟ انت مجنون يا ابني؟ ما انا هفهم حضرتك، انا قصدي ان حضرتك زي الحمار بتستحمل كل اللي يحصل لك، ولو حد سابوك في مكان هتروح بيتكوا زي الحمار. طيب فعلا ما انا بروح بيتنا فعلا يا اخوانا كل يوم، الراجل كلامه كله حكم. يا مستر ده قال عليك ان انت راجل عبيط. انا عبيط؟ انا اسف، انا فعلا قلت عليك عبيط. انت قلت عليا عبيط؟ الصراحة دي قلتها، انت فعلا شكلك عبيط. انت متأكد؟ ايوه انت عبيط. ربنا يسامحك. مش هرد عليك لان انت انسان تافه. لان النهارده يوم عالمي جايلنا فيه شخصيه عالميه مهمه جدا. الغلطه عندنا بفوره النهارده، اي هفوه في الاكل اي غلطه نروح في داهيه، لان جايلنا النهارده المهراج الهندي. المهراج الهندي ده كبير المهرجانات في الهند. بس انا فهمت، كبير المهرجانات ده زي اوكا وارتيجا عندنا. كبير بتاعهم اكبر منهم. شحته كريكه يعني؟ لا، كبير المهرجانات ده كبير قوي. انا فهمت ولقطت المعلومه خلاص. الهنود انت فاهم يحبوا الرقص والمهرجانات، فاحنا لما يجي الراجل ده نستقبله بمهرجان اقوى من المهرجانات. مهرجاناتنا بقى كل اسكت اسمع. ده عندي في المطعم يا بهوات. هو مش حضرتك ايه قلت هو ده؟ قلت ايه انا؟ مش قلت ان الراجل اللي في المهرجانات والفرفشه عايزين نبسطه؟ طيب نعمل بقولك ايه؟ بقول لك مهراجا هندي كبير المهرجانات، بيخش مهرجانات كبيره في الهند، في شوكه وارتيجا وشقلبه. في ايه؟ معلش غلطه بفوره. الراجل لو لقى غلطه في ايه يا ماما؟ لو سمحت هو المهرجا ده اسمه ايه؟ اسمه أكبر مهتماما مهيتا في العالم. إيه؟ يعني حاجة قريبة من كده، حاجة شبه دي. ما تركزيش في الاسم، ركزي في الطبخ. أنا مش عايز غلطة النهاردة، الراجل ده مهم جداً وجاي تبع مسؤولين مهمين. لو حصل غلطة في الأكل كلنا هنقعد في البيت. ماشي خلاص؟ خلاص يا مستر. ركزوا معايا بقى، عايزين نركز في اللي جاي. أنا هديكوا شوية تدريبات تبقى في الطبخ كويسين، تمام؟ مركزين؟ اهم حاجه يقول لك الست اللي نفسها حلو في الاكل الناس كلها تحبها، فلازم نفسنا يبقى حلو في الاكل، تمام؟ يلا ناخد نفس في خمسه ونكتمه في اربعه ونطلع في الحله، تمام؟ عشان النفس يبقى مظبوط. ماشي يا مستر. تمام يلا نبدا تمرين. ابدا. 1 2 3 4 اكتم. 1 2 3 4 طلع في الحله. يلا تاني. هوبا تاني. يا ثانية واحدة، عايزين حلال كتير بقى تكفينا كلنا عشان نطلع فيها. مين الحيوان اللي اتكلم؟ انا. اطلع خطوة لقدام. انا قلت لك تتكلم؟ لا. افتح ايدك، افتح. ارجع ورا، افتحش بقى غير ما اقولك. معلش معلش، انت راجل سالم ومفترق. والله بيصعب عليا لما بضربه، بس انا بعلمه. انا عارف ان انت بتحبه بس انا بعلمه. تفتحش بقك تاني. خلاص نخلص من تمارين النفس، مفيش تمارين نفس، نخش على التمرين اللي بعد. يقول لك ايه؟ الست اللي تعمل اكل خفيف على المعده تبقى ست كويسه، فلازم الاكل اللي نعمله يبقى ايه؟ يبقى خفيف على المعده، تمام؟ يلا 10 بطن ننزل. ايه 10 بطن ننزل؟ يلا ايه ده؟ احنا مقدمين حربيه. هاخدكم كشف جراحه لو ما نزلتوش.
ننزل 10 بطني يلا ماشي يلا ننزل يا مستر انا بنت ما ينفعش اخرتي مفيش بنات هنا مساواه في كل حاجه ماشي ماشي يلا 10 بط ثانيه واحده يلا. يا مستر يا ابني ده ضغط امال هو عايز ايه عايز بطن اللي هو ازاي الشعل ايوه يلا 4 5 6 يلا يا ابني شويه يا مستر انا حاسس ان انا هخس نايل على عينك كده هتتخن كده واحد انت بتعمل ايه بعمل انت بتولولي كده قوم اقف ايه الغباوه دي 4 اغبياء انا عمري ما شفت كده واحد يبقى غبي 2 لكن 4 ايه الغباوه دي مفيش بطن مفيش نفس هنخش على التمرين اللي بعده ركزوا في حاجه المهرج هيجي ينفخنا ركزوا هنعمل دلوقتي ايه يقول لك الطباخ الشاطر لو دخل طياره يطبخ ايه يطبخ فراخ وحمام وبط اي حاجه فيها طيور طياره بقى نطبخ حاجات فيها طيور مين الحيوان اللي اتكلم اطلع خطوه لقدام افتح ايدك انا قلت لك تتكلم افتح ايدك اخلص ارجع يا ابني انت حمار انت بتتدرب على دي بس ما تبدل وانت راجل ظالم والله بيصعب عليا لما بضربه انا عارف ان انت بتعزه بس انا بعلمه ركزوا معايا يا اخوانا المهرج هيجي الغلطه بفوره ركزوا ماشي تمام ماشي. لا يا حبيبي الطباخ الشاطر في الطياره يطبخ ايه يطبخ بقى ممبار بقى وعيش بتاو وحاجات مصريه اصيله بقى هتطبخ عيش بتاو في الطياره امال في القطر هتطبخ ايه هتطبخ ايه في القطر معلش يا مستر انا عايز معلش ارجع انت يا ابني اللي هناك هتطبخ ايه في الطياره مش هطبخ يعني ايه مش هتطبخ انا في الطياره مش هطبخ انا بسالك ده اختبار تجاوبني مش هتطبخ يعني انا اقعد برنس كده في الطياره والاكل يجي لي لحد عندي طب ارجع ورا ارجع يا برنس وانت هتطبخ ايه يا ماما انا اشوف حضرتك عايزني اعمل لك ايه واعمله لك هي دي الاجابات الست بتتعلم مش عارفه بتتعلم لكن ما تقعدش ترغي وخلاص كلكوا اغبياء الطباخ في الطياره مش محتاج يتعلم طبخ محتاج الضغط الجوي بتاعه يبقى مظبوط يلا ننزل 10 ضغط هكشف جراحه اقسم بالله 10 ضغط يلا كنت دخلت شرطه بس 10 ضغط بس يا عم لو طلعنا فوق البوتاجازات واقول لك نط نطه الثقه انزل يلا يعني احنا هننزل ضغط يعني يا مستر ننزل ضغط واحنا من شويه انا كده اخس والله معلش يا حبيبي انا عارف انا هفضل اخس كده لحد ما تبقى النضاره ماشيه لوحدها انزل 10 ضغط يلا 1 2 3 انت بتعمل وانا بعمل ضغط انا بعمل ايه انت بتعمل ايه انت اهو انت بتعمل ايه ضغط ده ضغط ده انت هتجيب لي الضغط كده بالحركات دي وموقف لا نفس نفقين ولا بطن ولا اي حاجه خلاص مفيش تمرينات مفيش زفت هنخش على الأسئلة على طول ماشي المسقعة بتتعمل إزاي؟ المسقعة بتتعمل في السقعة إنما بقى لو عايزين نعملها في السخونية نعملها مسخنة أنت ماما عارفة إن أنت هنا؟ ماما عارفة إن أنت بتيجي هنا؟ قلت لها الصبح وأنا نازل قلت لها طب اطلع خطوة لقدام اطلع طب بالراحة والنبي ولا افتح إيدك أنت حمار أعملك افتح إيدك افتح اللي هتفلت ب10 اللي هتفلت ب10 افتح ايدك افتح يا حمار ما تبدل الايد انت بتضرب لعنه دي بس ده بقى تدخل من وشك وانت راجل ظالم اخرس تتكلمش تاني غير لما اقول يا عم والله العظيم هو السبب انت قلت لي المسقعه اتلغت صح يا ابني ما هو بيجيب من الملجي افهم انت ذاكرت ايه بالليل بتنجان المحشي ذاكرته ازاي خليت امي عملت لي حله وكلتها كلها لا انت عبطه بقى اخرس انت كمان ماشي يلا جاوب المسقعه بتتعمل ازاي حضرتك المسقعه بص افهم بقى المسقعه بنجيب بتنجان عرايس بس أيوة. يكونوا عرايس لسه جداد لسه ما تكملش ما تكملش ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش كلام بلا جداد بلا قدام عرايس انا كنت هقول لك ما تكملش كلام ما تكملش كلام هات العصايه ارجع ورا انت يا ابو طهيه مسقعه بتتعمل ازاي ما بعملش مسقعه ايوه ما بتعملش ده اختبار انا مش قصدي انا عايزك تقول لي طريقتها ازاي انا ما بعملش مسقعه أيوة. انا اقعد برنس كده والمسقعه تجيلي
انا برنس. طب تقعد برنس في اي حته؟ في اي مكان. طب ارجع لورا. وانت يا ماما المسقعه بتتعمل ازاي؟ انا اشوف حضرتك عايزني اعملها ازاي واعملها لك. هي دي الكلام؟ هي دي الاجابات ست اهي اهي بتسالني انا اقول لها بعدين، انما انا ما بحبش الرغي كتير. خلاص نخش على الاكله اللي بعديها. مفيش مسقعه وحياه امي ما هنعمل مسقعه هنا طول ما انا عايش، مش داخله المطعم. ماشي خلاص. في ايه؟ هنعمل اكله تاني. البصاره. البصاره بتتعمل ازاي؟ البصاره دي بتتعمل في البصره عشان هي اصلا اكله عراقيه، دي معروفه. دي حلوه اهي. حلوه والله. انت ابوك عارف ان امك جايباك هنا؟ اطلع لي خطوه لقدام. خلاص طيب. اطلع خطوه لقدام. اهو. افتح ايدك. افتح. افتح ايدك. جامده قوي. ولا جامده والله. اقسم بالله هذنبك. والله بتضرب جامد. اللي هتفلب بعشرة. افتح ايدك. اهو. تعلم. ماشي. تعلم. خلاص هتعلم من غير ضرب. افتح ايدك. هتعلم والله. افتح حاتب. افتح ايدك. يلا هيسلم شكله هيسلم والله. مالكش انت دعوة. افتح ايدك. حاضر. افتح. افتح دي. افتح دي. عايز اني؟ هات دي. دي ولا دي؟ اديله المهرية. ما هتتهري زيادة. خافش. شفت انا عارف الاخيرة دي بتدي فيها جامد. طب ارجع لورا. ارجع لورا. ماشي. وحياتي وربنا يوريك. ماشي ركز معايا. وصلنا لفين؟ البصاره. البصاره بتتعمل ازاي يا ابني؟ حضرتك بنجيب اربعه يلعبوا بصره، لو حد بصر تبقى بصاره، ولو ما بصرش تبقى استيميشن عادي يكملوا عادي. ممكن ما تتكلمش معايا خالص؟ طب مش ممكن ما تتكلمش معايا لحد ما اخلص؟ انت مش طايقني. ارجع. انت يا ابو طاقيه البصاره بتتعمل ازاي؟ ما بعملش بصاره. ما بتعملش بصاره يعني ايه؟ ما بحبش البصاره. اعملها ليه؟ ايوه يعني انت بتعند معايا يا ابني. زعتر. بتعند معايا يا ابني. معلش معلش معلش. دي ام اسئله. دي ام دماغي. بالراحه يا مستر. انا برنس اقعد كده والبصاره تجيلي. ماشي يا برنس. ماشي يا برنس. ارجع لي ورا يا ابني. البصاره بتعمل ازاي يا ماما؟ بص انا اشوف حضرتك عايزني اعملها ازاي واعملها لك. والله شكلك ما عارفه اي حاجه. شكلك بتهودني وبس. كل حاجه تقول لي اعمل زيها بس بحبها، لان هي بتقول لي انا هفهمها بعد كده. انت بياكل معاك الكلام ده؟ اه بياكل معايا الكلام ده. دي بتطبل. انا هزمر لها دلوقتي بقى عشان كده. مش بتطبل لي، انا هزمر لها دلوقتي. طب تمام. خلاص تمام. ما تكلمش معايا انت. انت طب طيش طيب. مفيش بصاره. مفيش بصاره ولا في مسقعه. لا بصاره ولا مسقعه. هنعمل كشري، وانا اللي اقول لكم الكشري ازاي. الكشري بيتعمل واحنا مكشرين. نجيب بقى العدس والمكرونه والرز، نكشر لهم يبقوا كشري. دي معروف يا ابني. انت متخلف والله العظيم. متخلف يا عم. ليه يا عم؟ محدش قال لك كده قبل كده؟ لا. كل كلامك غلط وتخلف. امشي ارجع. مفيش اكل. خش على السؤال اللي بعده. السؤال ده الامل الوحيد اللي ليكوا. يا اما همشيكوا من هنا. لعيبه ليها علاقه بالطبيخ. سمير كمونه. صح. احمد كشري. صح. كابتن شط. صح. احمد الكاس. يا ابني ليه كده؟ يا ابني ليه كده؟ احمد الكاس ماله؟ مال الحاجات دي؟ هي الحاجات دي كلها هتتقدم للناس كده؟ مش لازم نحطها في حاجه. هنحطها في احمد الكاس. اه. وهيمشي ازاي بعد كده لما نحط فيه كل الاكلات دي؟ انت يا ابني ليه كده؟ يا ابني بتعمل ايه؟ مفيش يا جماعه. مفيش اكل ومفيش مسقعه ومفيش لعيبه ومفيش بابا. لا 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 عشان خاطري ده انت بس. والمراجع يجي يبدعنا كلنا كده يا اخوانا. والله انا هنتفدح. معلش مش هنتفدح. خلاص كل حاجه غلط. انا بقى رجاله ده بس. خلاص يا مستر انا اسف. خد دي. خد دي. اعمل بيها ايه؟ اعمل بيها ايه يا بني ادم؟ معلش يا بني ادم افهم شويه. انت مش قريبه فهمه. كل حاجه غلط. كل الكلام مفيش حاجه صح. معلش. امال هتتعلمه ازاي؟ ركزوا معايا. علمنا والله. احنا هنتعلم منك. علمنا. هتتعلمه؟ هنبقى زي الفل والله. طيب الرز لازم يبقى عليه شعريه. الرز يبقى عليه ايه؟ شعريه. المكرونه يتحط عليها صلصه من فوق. المكرونه يتحط عليها ايه؟ صلصه. والكمون لازم بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ لا لا اصلا ايه؟ لا 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 هات بس. هتتكلم ازاي؟ هتتكلم ازاي؟ اجروا تهبل. الله يخرب بيتك. البست كوت علان.
ايه هتعمل ايه؟ تعالى الربع يا مستر خلاص تعالى. ايوه هتعمل ايه بعد كل ده؟ بس خلاص خلاص اسكت انت ما تتكلمش خالص اسكت حاضر وانت البس شكلك عره البس والله شكلك يقرف الكلب وعامل ايه القرف ده انا شكلي عره والله شكلك مقرف جدا انا شكلي مقرف والله لو لقينا شغل في مكان تاني كنا ولعنا في شعرك طب اطلعوا بره بقى في اجتماع انا هوريكم انا هو في اجتماع يلا هتعمل ايه ايه ده في اجتماع ده اجتماع انت هترشق فينا سكاكين قدامي اجتماع مهم قدامي بره قدامي قدام اجتماع قدامي تعال اخر واحد انت تعال ابو طيه قدامي تعالي قدامي لا ايه يا لهوي انت بجد والله تعبت انا في ايدك هنموت عشان مسرحيه يلا هتقولي لبسي اهو والنبي السجاجين يا صمو ماشي قدامي لو راجل يطلع لي بره خدت كل الأدوية خدت كل الأدوية مفيش دواء نفع فيا وقالوا لي دواك يا عبدو ما خدناهوش في الكلية خدت كل الأدوية خدت كل الأدوية تحية الرئيس مجلس الوزراء أنا بعشق الراجل ده ما شاء الله بيجي الوزارة زيه زي الصورة كده ما بيعملش حاجة وجوده زي عدمه خدت كل الأدوية أيوة محمد ايوه يا محمد امنع التظاهرات يا محمد اي واحد امه اتطلقت هيتظاهر مصر مش ملطشه يا محمد في ايه يا عم في ايه ما تسيب يا عم اللي عايز يتظاهر يتظاهر اللي مش عايز يتظاهر يشال عنه مظاهر عبده انت بتتكلم في السياسه ليه انا اسف يا باشا انا مش باشا انا اسف يا لواء انا مش لواء انا اسف يا عميد انا مش عميد انا اسف يا اسطى اعمل لك ايه ايه اللي يرضيك طيب نظفت اقطع شعري عشان تبسي طيب ولا ده شعر برضه عبده نظفت يابا طب روح نظف الحمام عشان المره اللي فاتت كان في ورقه تواليت مرمي في قلب القعده ما انا اللي رميه انا مش عارف ليه رئيس مجلس الوزراء متمسك بيك يمكن عشان خاربها يا ابني رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكله جاي دلوقتي في اجتماع مهم ولا مهم ولا نيله ولا بتعملوا حاجه خربتوا البلد الله يخرب بيوتكم كلكم اقول لك ايه ما انت اللي في وشي اقول لك حاجه قول خدت كل الادويه ايوه يا محمد دخل وزير الزراعة يا محمد وزير الزراعة اهو خليه يدخل خش يا ابن انا وزير والله العظيم وزير وعهد الله وزير اقصد اللي انت بتتكلم عليه بكره التاريخ هيثبت اللي ليه واللي عليه مولاي الحق الحق خير يا مرعوب اقطعي جه بره جه لعذر خليه يخش يا مرعوب حاضر مولاي اقطعي افندم انا موجود انت عايز ايه يا شجره العنب انت كل شويه تبعت لنا ولا ايه ازيك يا قطاي انت اللي بعت لي ايوه انا اللي بعت لك يا قطاي عايز ايه عايز كل خير ولاول مره يجتمع قطاي مع عز الدين ايبك مع شجره الدر وكان رابعهما الخيانه حيث اتفق عز الدين ايبك مع اردوغا على ان يقتل قطاي ودفع لأردوغا مبلغ من المال في كيس من القطيف الأحمر ذهب أردوغا إلى أقطاي سلم عليه قال له تفضل ثم أخرج خنجره وقتل أقطاي مات أقطاي ولكنه قاوم وقام مرة أخرى
فقال له: ألم يكفيك خنجر واحد؟ وذهب أردوغا وقتل أقطار. هنا مات أقطار، ثم قام مرة أخرى، ثم وقع من تأثير الضربة. حاول أن يقاوم، لم يستطع. زحف زحف، ثم قام مرة واحدة، ثم وقع، ثم قام، ثم وقع، ثم قام، أمرمطك، ثم وقع. ثم قام، قام، وقع، قام، وقع، تدريب ركب، قام، ثم خرج، زحف، 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 زحف. يا سمير، انت يا سمير، معقوله مفيش حد هنا في المطبخ؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ فين الناس يا عساف؟ يا مستر عساف يا صاحب البتاع. ايوه، فين الناس؟ اهم. طب ما تيجوا يلا، في اجتماع. اجتماع ايه؟ ما انت واقف اهو. تعال تعال تعال. اجي. ما يلين نقف هنا ليه؟ ما دام اخش يا عساف. معقوله اجي هنا ما الاقيش ولا واحد من المساعدين بتوعي، وبتقول لي النهارده يوم مهم وفي مهرجه جاي؟ ايوه، في مهرجه جاي وفي يوم مهم النهارده. اسمه ايه المهرجه ده؟ اسمه اكبر مهتماما ما في الدنيا. انت بتالف اسمه دلوقتي؟ والله هو اسمه شبه الحاجات دي. اكبر ايه؟ مهتماما في العالم. مهتماما. عموما انا قعدت 3 سنين في الهند. احلى اكلات هندي اعملها له النهارده، اخليه يمشي من مصر عجبه الاكل اكتر من الاكل اللي بياكله في الهند. ايوه صح، لازم ان شاء الله. طيب فين حضرتك يعني الناس؟ انا مجهزهم في اجتماع. حضرتك يعني انا تحت امرك، انا شيف معروف واشهر شيف في العالم وفي مصر وفي كل حته، لكن ده ما يمنعش ان انت صاحب المطعم. يا باشا ما تقولش كده، والله العظيم ده احنا يعني. يا باشا ايه؟ انت صاحب المطعم، انا شغال عندك. يا باشا ما تقولش كده يا باشا. انت صاحب المطعم، انا اللي شغال عندك. لا ما تقولش كده يا باشا. انا ما بتكلمش على الفرقه، المطعم. انت صاحب المطعم، انا شغال عندك. معلش عشان خاطري. معلش انا شغال عندك. يا طب انت اللي شغال عندي؟ تعال الناحيه دي. انت كده الشيف. ايوه. وانا صاحب المطعم. ايوه. انت يا بني ادم خدامك يا باشا. انت ما بتعملش غير الادوار دي ولا؟ تعال يعني نحمد ربنا والله. انت صاحب المطعم. انا صاحب المطعم. يلا وانا اللي شغال عندك ان شاء الله. ناديه للناس. انا ناديهم، انا حطيتهم في اجتماع جوه. حطيتهم في اجتماع؟ عامل لهم اجتماع يعني. عامل لهم اجتماع ايه؟ حضرتك انا المسؤول عنهم مش انت المسؤول عنهم. ماشي ماشي. نادي لهم. ماشي. يلا يا جماعه كله يجي. ثانيه واحده. الناس الاجتماع فادي، يلا بينا. كاك كاك كاكي كاك كاكي كاك 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 إيه إيه أغبية تقول أي حاجة. تعمل لهم اجتماع في الحمام ولا إيه؟ دلوقتي يا جماعة إحنا عايزين التزام، ما ينفعش إن أنا أدخل المطعم بتاعي وأنتوا كمساعدين ليا ما لقوش. ده كلام فارغ، ده كلام مش مظبوط. حضرتك النهارده الاكلات كلها هتتم على اكمل وجه، في اي طلبات مني معينه؟ لا حضرتك شوف اللي حضرتك عايز تعمله، احنا موجودين معاك. انت مصر على حضرتك برضه. ماشي. ماشي طيب. حضرتك تقدر تتفضل وانا هتصرف. ماشي، انا هروح دلوقتي اشوف الناس واجي. انه ناس المهرجان الهندي والعالم دي كلها. اتفضل.